وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. مرحبا بك دكتور أحمد في نشرة الثالثة، ولو تطلعنا على أبرز الإرشادات الصحية التي ينبغي على الجميع الالتزام بها خلال الفترة الحالية. مرحبا، يمسيك بالخير أخوي، يمسي على المشاهدين والمستمعين في مملكة البحرين، متمنين طبعا للجميع الصحة والسلامة. طبعا نهديكم أطيب التحيات، يسعدني أن أكون معاكم في هذا اللقاء الهام، حيث نلقي اليوم الضوء فيه على أبرز الإرشادات الصحية والتي ينبغي حقيقة على الجميع الالتزام فيها، خصوصا في ظل استمرار ارتفاع أعداد الحالات القائمة والمصابة بفيروس كوفيد المستجد. طبعا اليوم نحب نأكد أيضا على أهمية الالتزام المسؤول من كل فرد بالمجتمع بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية، مما يسهم في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الجميع. نجدد دعوتنا معاكم لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بضرورة مواصلة الالتزام بلبس الكمامات خارج المنزل في كل الأوقات حتى في محيط الأسرة الواحدة، وعدم الخروج حقيقة إلا للضرورات المعيشية مع مراعاة معايير التباعد الاجتماعي. كما نأكد اليوم أيضا على الحد من التواصل الاجتماعي خاصة بعد العودة من مقرات العمل خارج الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود، كذلك الابتعاد عن التجمعات في مختلف المناسبات، وذلك للحد من انتشار الفيروس. نعم. كما يجب الاستمرار في الالتزام بغسل اليدين طبعا هو بالماء والصابون، والتعليمات العامة اللي هي الحرص على استخدام معقم اليدين، تنظيف الأسطح والأشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها بصورة دورية. نعم دكتور أحمد، كيف تساعد عملية الإفصاح عن معلومات المخالطين في دعم الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا؟ حقيقة عملية الإفصاح عن معلومات المخالطين جدا مهمة. احنا نشدد اليوم أيضا على ضرورة الإفصاح عن كافة المعلومات المطلوبة لفريق تتبع أثر المخالطين، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكتنا الحبيبة. عمليات التتبع لأثر المخالطين تؤدي لسرعة الوصول لهم، سرعة الوصول للحالات القائمة، سرعة علاجها، ومن ثم سرعة تعافيها. حقيقة الفرق المعنية بتتبع أثر المخالطين اليوم تبذل جهود كبيرة، وذلك للحد من انتشار الفيروس بالتعقب، من أجل العثور على المخالطين للتواصل معهم، طبعا التأكد أولا من سلامتهم وعدم انتقال العدوى سواء لهم أو لأشخاص غيرهم. سرعة تنبيه المخالطين تسهم أيضا في تقليل من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بين الآخرين، حيث يتم تزويدهم بالتعليمات والإرشادات اللازمة للتعامل مع هذا الأمر، إلى جانب سؤالهم عن المخالطين والحصول على المعلومات الكافية لحمايتهم وحماية من حولهم من الفيروس. ونأكد أخوي اليوم أن الإجراءات التي يتم تطبيقها على المخالطين تهدف للحد من انتشار الفيروس، وهدفها حفظ سلامة الجميع. ختاما أخوي، لا تسمح لي، ندعو الجميع يعني وندعو الحالات القائمة ألا يكون سببا لنقل العدوى لأسرتهم أو المجتمع، ولابد أن يساهموا في الحد من انتشار الفيروس بالإفصاح عن كافة المعلومات المطلوبة. في الختام نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية، وتكون مملكتنا الغالية في أمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سعادة الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.